احنا النهارده موجودين في ميدان التحرير عشان عايزين حكومة ثورة وعايزين محافظين ثورة وعايزين نشوف ايه موضوع المجلس العسكري. مجلس العسكري متباطئ جدا وخيب املنا فيه الحقيقة. كنا نتمنى ان المجلس العسكري يكون امين الى اقصى درجة. كده في تباطؤ وفي تواطؤ في المحاكمات، مش هينفع كده، لن يستمر ذلك الوضع، مستحيل. لابد من وجود حكومة ثورة فعلية اللي بيحكم النظام. النظام القديم هو اللي بيحكم الآن. شكرا. في شعار عندك ولا تفضل. انت نازل ليه؟ هي نازل ليه؟ لان المجلس العسكري فعلا متواطئ مع حسني والنظام القديم. بدليل اللي فات اكتر من 6 اشهر ما حصلش اي حاجه جديده خالص. سابوه لحد ما لم فلوسه، لم الدولارات والحسابات اللي كانت في البنوك سويسرا، وودها الامارات والسعوديه. تاني حاجه عمال نسمع عن تاجيلات. لو عاوزين يحاكموه كان ممكن يحاكموه في خلال شهر واحد بس. اذا المجلس العسكري خايف من حاجه فيسيب البلد لمجلس يمسك البلد لحد ما يحصل انتخابات. حضرتك انا عايز اقول كلمتين بس. عايز اقول لكل مسؤول من مجلس سيام او من اي مسؤول في الدوله، انت لو حسيت بالناس الغلابه والناس التعبانه والناس اللي قاعده مش لاقيه شويه الميه يشربوهم، انت عملت حاجه. بس اكتر من كده انا مش هقول. انا بس عايز اوضع مع ملحوظه صغيره. انت دلوقتي لما الضباط اللي قتلوا الصغار يطلعوا براءه، انت كده بتسيب الشعب ضدك. انت المفروض عايز تهدي الامور. حتى يا سيدي لو كنت شايف بالقانون بتاعك اللي انت بتحكم بيه ان هم براءه، ازاي تخرجهم والشعب مصار حاليا متحفز للموضوع ده؟ انا ارى ان المجلس العسكري وعلى راسهم مشير طنطاوي متواطئ. ازاي يسيب حسني مبارك شهرين او ثلاث شهور على ما يظبط نفسه، وبعدين الاخ فريد الديب يطلع يقول لنا مبارك ما حلتوش حاجه؟ يعني ايه ما حلتوش حاجه؟ اذا كان السكرتير بتاعه ثروته بالمليارات هو ما حلتوش حاجه؟ اصل فريد الديب ده كان اطراف على كده عن الجاسوس الاسرائيلي. بالظبط. فاحنا مش قضيتنا مين؟ احنا قضيتنا العداله. ازاي الدماء ديت اللي هدى الدماء ده حرام تهدى؟ حسبي الله ونعم الوكيل، ده اللي احنا هنقدر نقوله. شكرا. اتفضل. انا بس سؤال مهم جدا. هل المجلس العسكري يحكم بتفويض من حسني مبارك عبر الرساله اللي وجهها في 11 فبراير عمر سليمان، ولا بيحكم بتفويض من الثوره؟ ده تساؤل مهم جدا. ولكن انبه ان قوى الشعب هي قوى الطبيعه لا يمكن ايقافها، مثل الزلازل والبراكين. شكرا.